ومشاهدينا بدنا ننتقل للفقرة مع خبيرة التجميل ريم محيسن. نعم. معنا ريم محيسن خبيرة التجميل والبشرة. رح نحكي اليوم عن مشاكل البشرة في هذا الفصل، فصل الشتاء، وخصوصا مع اشتداد الأمطار أحيانا أيضا مع الجفاف اللي بيصيب الحالة الجوية وأيضا بيأثر على بشرتنا وعلى صحتنا. معنا اليوم ريم لحتى نحكي مع بعض عن البشرة بأنواعها وكل بشرة المشاكل اللي بتعاني منها في هذا الفصل وأيضا الحلول. صباح الخير ريم، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير إليك. صباح الجمال. صباح الخير شباب. صباح البشرة النضرة والمشرقة. صباح ريم، من خلالك رح نعرف أكثر عن مشاكل البشرة، لكن بداية فعلا هل فصل الشتاء ممكن يسبب ويعمل مشاكل أكثر بالبشرة إذا الواحد ما اعتنى ببشرته بشكل كويس؟ طبعا لانه هذا الفصل بيكون يعني برد كثير، هواء بتطلعي من مكان دافي لمكان بارد والعكس، فهذا كله بسبب اثار سلبيه كثير على البشره. شو ممكن يعني شو الاكثر المشاكل؟ بدايه الجفاف. بيلحق الجفاف خشونه، بيلحقها بتصير البشرة كأنها مكسرة، بتصير خشنة، بتحسي في عليها طبقة لازم ما تكون موجودة، زي القشرة زي الحراشف، إشي مش لازم يكون موجود على البشرة. بتشوفي هذا يعني كتير سهل وواضح ينشاف، يعني بتحسي إن أنت بشرتك تعبانة، بشرتك متأذية، بس مش الكل بيعرف كيف يعالج هذا. هلأ كل بشرة لها طريقة علاج مختلف، يعني في بعض مثلا البشرة الدهنية لو حطيتي كتير كريمات ممكن تطلع الحبوب بالضبط، يعني مختلفة. نبلش بالبشرة الجافة. كيف نعرف يعني هلأ كل السيدات والرجال أيضا، يعني كيف يعرفوا أنه أنا بشرتي جافة، أنا بشرتي دهنية، أنا بشرتي مختلطة؟ أنا يعني هذا إيش بيقدر الواحد يعرفه؟ هو يعني الواحد قديش له متعايش مع وجهه. في اختبار في إشي يعني؟ طبعا يعني هلا أنت بتعرف وجهك قديش عمرك، بتعرف وجهك بقول هالعمر هذا، بتقدر تعرف أنت وجهك إيش طبيعته. اللي وجهه دهني بيشوف أنه على طول بيعرق، بيطلع له حبوب على طول بيعرق، يعني بهذا وجه بشرة دهنية. إلها شغلات ممكن نحكيها يحافظ فيها، يقلل من الآثار السلبية اللي ممكن تتعرض لها البشرة. البشرة الجافة كمان صاحبها بيعرف انه انا بشرتي جافه على طول جافه، قد ما اشرب مي قد ما احط كريمات بتضلها جافه، وحتى بفصل الصيف والشتاء بس الفصلين بتكون يعني بيقدر الواحد يعرف اللي بشرته مختلطه برضه بيعرف انه هو يعني هو نفسه بيقدر يعني يحدد. لازم الواحد يحدد نتعامل شيء. مثلا هلا عارفه انه بشرتي جافه، كيف بقدر اتعامل معها بهذا الفصل، فصل الشتاء، وخصوصا يعني مثل ما قلنا بنطلع من مكان دافي لمكان بارد، ايضا الجفاف اللي بيصيب البشره، الجفاف حتى بالجو الامطار طبعا الهواء طبعا. هلا اول شيء نحكي على البشره الجافه لانه هي اصلا بشره جافه، وبهذا الفصل بتجف بالزياده. اول شيء نحكي لازم نشرب مي، بنحكيها دائما لازم نشرب مي، بس مرات المي لحالها ما بتكفي، بدنا نشرب مي عشان نرطب الجسم من جوا كمان، بس لازم نستعمل مرطبات للبشره، لازم نستعمل وعلى طول نجدد، يعني كل مرتين ثلاثه باليوم نحط كريمات. الجسم بتأذى مرات اكثر من الوجه لانه الوجه بيعرق، بحط للواحد مرات كريم، يعني بيهتم فيه اكثر من جسمه، بس الجسم مرات لانه بكون مغطى ولابس وهيك ما بيهتم فيه كثير، فبتأذى اكثر، بتأشر اكثر، بتصير الجلد فيه زي مكسره، بتصير فيه زي طبقه بيضاء عليه زي قشره. اللي بدنا نعمله بنرطب الوجه منيح، بنحط له مرطب عالي الكثافه مش مرطب عادي، حسب كل واحد شو عمره، كمان العمر الاكبر من العمر الاصغر شو بيحتاج المواد اللي تكون بالكريم، وحكينا فيها قبل هيك برضه. كمان يعني ما يستعمل مواد كثير فيها زيوت، يعني يستعمل المرطب الصح، بده يستعمل المرطب الصح مش زيوت، لانه في كثير من الاشخاص اللي بشرتهم جافه بيستعمل كتير زيوت. لا هذا غلط، لانه الزيت لحاله بنشف البشره، اذا ضل يستعمل بس زيت، الزيت بنشف البشره، لازم يكون الزيت يعني من ضمن الكريم، يعني مثلا يكون بالكريم زيت الافوكادو من محتويات بس مش الكريم. زيت لحاله لا مش زيت لحاله أوكي. لا هذا بنشف وبخلي بخلي الجلد شكله مش حلو وناشف وهيك مشدود، ما بيكون شكله حلو، لا بس هو الزيت لازم يكون من مكونات الكريم، زيت الافوكادو يكون من مكونات الكريم، زيت الورد، زيت البندق يكون من مكونات الكريم، هذا كثير صحي للبشره. طب بالنسبه للتنظيف، هلا هل تنظيف البشره
يعني برضه ممكن انه ياثر على الجفاف. هلا في ناس انا ما بعرف يعني هي عاده اكيد خاطئه بس يعني بنشوفها اللي بشرتهم جافه مش كثير بحبوا يغسلوا وجههم لانه بتنشف بقولوا لك بزياده. هو هذا اعتقاد خاطئ زي ما انت حكيتي بالضبط. هو المفروض احكي لنا صححي لنا هالاعتقاد. هلا البشره والوجه زي اي قطعه عفش بالبيت، ما بتتغبر ما بتتوسخ مش بتتنظف. هلا بس بتتنظف ان هي الوجه بس بيتنظف بينحط عليه بتنظفه بالملكو بالتونيك او بشو طبيعه البشره تبعتها بنحدد لها، بعدين بتحط عليه الكريم. هلا بعد تنظف وتحط الكريم بطل راح الجفاف منه، بس هي لما بدها تغسله بالصابونه وتروح تنام بده يجف بزياده، هذا غلط. بالعكس هذا بيخلي علامات تقدم سن البشره تبين. يعطيك العافيه. اعزائي عوده لضيفتنا بالاستوديو خبيره التجميل والبشره ريم حسن، اهلا وسهلا فيكي مره ثانيه. ريم كنا بنحكي عن البشره الجافه، الان رح ننتقل للبشره الدهنيه. يمكن حتى معظم مناطقنا هي بشره دهنيه اكثر من الجافه. يعني هو احنا في هيك وهيك صح؟ هيك وهيك. احنا كل البشره وما حدا عاجبه، اللي عنده بشره جافه بده دهنيه واللي عنده دهنيه بده جافه. بس كل واحد من خلالك رح يعرف لو بيعتني بهاي البشره رح تصير بشره الافضل، لانه هي كل بشره لها ايجابياتها طبعا وسلبياتها. نحكي عن البشره الدهنيه يعني من البشرات اللي كثير يعني من افضل البشرات لانها هي بتخدم صاحبها فتره طويله صح. يعني هي بترطب حالها منها لحالها. بس من الشغلات السلبيه اللي فيها انه ممكن بيطلع حبوب بتضايق كثير انه على طول بيعرق على طول وجهه دهني صح. هي شغلات بتضايقها. بس هو يعني كبشرة على المدى البعيد هي البشره اللي بتخدم اكثر صاحبها. هلا هاي البشره كده نعتني فيها بش، هاي كمان بتتاذى بالشتاء مع انها هي بتكون اصلا دهنيه، بس برضه الهواء الجاف اللي برا والعوامل الطقس بتاثر عليها بتجففها يعني، بس بتضلها الغدد الدهنيه اللي فيها بتفرز. فاللي هي مش مفروض تترطب زي ما حكينا عن البشره الجافه يرطبوها باستمرار كثير، لانها بعديها يعني بتصير تطلع حبوب. ممكن هاي الحبوب تلتهب تقلب لاكني تقلب للحبوب الشباب اللي بتلتهب. فلا هاي المفروض يعني تترطب بس بطريقه معتدله، انه مره الصبح مره بالليل بعد ما تتنظف منيح زي ما كنا عم نحكي على التنظيف. لازم تتنظف الملك وبالتونيك، بس هاي البشره بتنظفها بالفوم زي الرغوه بتكون المستحضر تبعها. عشان وانا بحب دائما احكي انه الصابون النابلسي كثير منيحه لهاي البشره، هي ممتازه وهي طبيعيه. الصابون النابلسيه للبشره الدهنيه كثير منيحه، هي لكل البشرات منيحه بس بالذات لهاي البشره كثير ممتازه. واللي جربوها واللي اخذوا بنصيحتي وجربوها كثير شكروا لي ورجعوا فيها زيوت كثير. لا هي بتجفف، هي البشره هي الصابون النابلسي بتجفف البشره، بس انت بتجففيها وبترجع بترطبيها، بس بتكوني نظفتيها وشلتي كل الطبقه الدهنيه اللي فيها والجراثيم الطبقه القشره الميته، بتكوني شلتي كل شيء. بعدين بتحطي الفورم والتونيك وبعدين بترطبيها. هي الطريقه الصح عشان تحافظي على البشره، بتنظفيها بتصير بتجف تماما بعدين بترطبيها بالمواد الصح، بس مش تنظفيها وتتركيها ناشفه ولا تضلك تحطي كريمات على بشره مش نظيفه. يعني لا هيك صح ولا هيك صح. تمام. طب والبشره المختلطه اللي هي ممكن تسبب ازمه للاشخاص، لانه بقول لك ما مش عارفه كيف اعتني فيها، محلات ناشفه هي الاسهل لانه محلات مختلطه هي الاسهل، هي بنعاملها معامله الجافه. يعني هلا اغلب الناس اللي عندهم البشره المختلطه بيكون مثلا زي هذا التيزون، بيكون هو هاي بشرة هاي بشره البحر الابيض المتوسط بالضبط، هذا اللي دهني والباقي بيكون نوعا ما خلينا يا ناشف يا طبيعي. البشره المختلطه هي الميديترينيان، هي البشره للبحر الابيض المتوسط، مش بس عندنا وباوروبا، هي البشره موجوده كثير، هي بشره يعني هاي لهي المنطقه بالذات صح. بس هاي اسهل بشره تتعاملي معها، بس بدك تنظفيها عادي، بس ما لها مواد خاصه كثير اذا ما استعملت ممكن تتاذي زي البشره الدهنيه والحساسه تعامل معامله الجافه. نفس الشيء بدها تتنظف الصبح والمساء ونحط لها الكريمات الصح. هلا هاي البشره اذا مثلا ما يعني ما لقيتي الكريم تبعها ممكن تحطي مثلا كريم الجافه بناسبها، بس الاويلي مثلا لا ما بناسبها. تمام. يعني هي سهله هاي التعاطي معها سهل شوي مش كثير، بس لا السنسيتيف الاويلي الانتي ايجينج لا هذول لهم يعني لازم ضلنا يعني داخل موادهم ما نطلع براتهم. نعم. ذكرتي كمان الحساسه، وفي كثير ناس بشرتهم حساسه،
البشرة الحساسة كيف ممكن التعامل معها خصوصا بفصل الشتاء بهاي الأجواء؟ هذه لها مواد خاصة، لها برودكت خاصة، برضو ممكن يعني لازم تتنظف برضو الصبح والمساء، بس هاي لها مواد خاصة وعادة بيكون يعني براجع فور سنسيتيف سكين مثلا بيكون مكتوب على البشرة الحساسة. هلا إذا فيها مناطق، إذا يعني فيها مناطق ملتهبة لازم تراجع الدكتور، لأنه لما بيكون فيها مناطق بتكون البشرة مفتوحة وفيها جراثيم، يعني فيها جرثومه، فلازم تراجع الدكتور، لازم تاخذ انتيبيوتيك معين، لازم تاخذ علاج معين لها. يعني احنا مثلا الكوزمتكس اللي بنستعمله والتريتمنت اللي بنعمله بنشتغل على طبقه نظيفه، طبقه مسكره، ما بنشتغل على طبقه مفتوحه فيها التهاب، او مجرد ما فيها التهاب في طبقه مفتوحه احنا بنشتغل عليها، لازم تكون طبقه نظيفه ومسكره. يمكن حكت لما ذكرتي تنظيف البشره، يمكن كمان في خطر على بالي موضوع ثاني اللي هو التنظيف المستمر اللي بيكون عند خبيرة أو أخصائي البشرة أو عند الدكتور يعني. الفيشل اللي هو التنظيف العميق للبشرة، هل هذا التنظيف أيضا لازم يستمر خلال فصل الشتاء ولا طبعاً. هو أهم أو طبعا لازم يكون فصل الشتاء اصلا، لازم يعني لازم بفصل الشتاء نعمل بيلينج للبشره، لازم اكثر من فصل الصيف كمان لازم بفصل الشتاء، بس حسب ما نقدرش نحكي بالمطلق هلا انه قديش، لا كل بشره حسب احتياجها. بس انا في شغله بدي احكيها بسرعه قبل ما نخلص، الشفايف كثير بتاذوا بهذا الفصل، والكل بيجي بيشكي لي انه شفايفنا وبشرب مي وبحطهم هلا، حتى لو شربتي مي هن بيتاذوا من الهواء البارد اللي على طول بيتعرضوا له، وبعدين لما بحطوا السكارف او بحطوا الشال او بحطوا اللفحه اي شيء بحطوه كمان بيأذي هالماتيريال تبع المواد تبع القطع هذه مع الشفايف، بيأذيها بخليها تنشف بزياده. فالمفروض ينحط يعني مستحضرات معينه للشفايف اللي هي خاصه بترطيب الشفايف بالضبط، بس بيكون فيها مواد معينه. نعم. يعني صح. مش يعني انا بنصح لما يشتروا هاي الماده يراعوا اذا يكون فيها البي واكس اللي هو شمع النحل، هذا كثير. تمام. نعم. بدنا نشكرك اكيد ريم محيسن خبيرة البشرة على هاي المعلومات، وإن شاء الله كل الأشخاص بيتمتعوا ببشرة نضرة ومشرقة دائما إن شاء الله. ومشاهدينا شكرا لك، ومشاهدينا وصلنا لختام حلقة يوم جديد. بدنا نشكر مرة ثانية أكيد من الدفاع المدني محمود العقربة واللي دائما متواصل معه، أيضا نشكر أنس الجبور اللي قام بإيصالنا اليوم للتلفزيون الأردني، ونشكر كمان شيرين وإحسان عن المكياج والشعر كمان كانوا معنا، وكل الشباب هاي كل الشباب الطيبة كلياتها بدنا نشكرهم يعطيكم العافية ان شاء الله وصلوا بالسلامة. شكرا لكم، شوفكم بيوم جديد اخر لكم مني دام الكردي ومن فريق العمل اجمل تحية اعزائي الى